Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la soustraction. Sabah al-khair, kif kouni chatrien, darsna liyom, bedu koun an al-tarah. Bedna na'amil exercicet an al-tarah, bedna nekhud devoir, na'amilu bel-bayt. Bas abil manbalish, bedi nabakoun la darouri tghasli idem bel-may wa sabun la ta'amu alkoum un virus corona. عندنا 1230 و 1120 ناقص 1120 اول شيء بنبلش نطرح اليونتين من بعضهم 0-0 0-0 يقال 0-0 ناقص 0 بيطلع معنا جواب 0 بنحط 0 بخانه اليونتين بخانه الاحد ننتقل لخانه العشرات 3-2 3-2 3-2 3-2 1 3-2 بيطلع معنا جواب 1 بنحط 1 بخانه الديزان بخانه العشرات هلا بننتقل لخانة سنتين لخانة المئة 2-1 2-1 يقال 1-2-1 بيطلع معنا جواب 1 بنحط 1 بخانة المئة بخانة سنتين ننتقل لخانة ملية 1-1 1-1 يقال 0-1-1 بيطلع معنا جواب 0 بنحط 0 بخانة ملية بخانة الألوف 1-1 بيطلع معنا جواب 0 بنحط 0 بخانة الألوف بيطلع معنا جواب 110 يعني 110 يعني 1230-1120 يقال 110 110. هلا في عنا هيدا الاكزرسيس الثاني عنا 1710-1605 1710 ناقص 1605 بلش نطرح اليونتين من بعضهم 0-5 0-5 ما بتزبط لانه 0 اصغر من 5 شو بنعمل؟ بنيجي للان اللي هي ديزاين نستعار منها واحد بنحطها مع 0 بصير عنا 10 يونيتي نستعار اون ديزاين يعني بنحطها مع 0 يونيتي صار عندنا 10 يونيتي هلا بنطرح 10-5 = 5 بنحط 5 بخانة يونيتي بخانة ديزاين بنحط موان يعني نحن كان عندنا واحد اون ديزاين واستعرناها فما عاد عندنا ولا ديزاين يعني بنطرح موان = 0 موان = 0 بيطلع معنا جواب 0 بنحط 0 بخانة الديزاين بخانة العشرات هلا بننتقل لخانة سنتين لخانة مئات 6-6 = 1 بنحط 1 بخانة سنتين بخانة المئات بننتقل لخانة الملية 1-1 1-1 = 0 1-1 بيطلع معنا جواب 0 بنحط 0 بخانة الملية بيطلع معنا جواب 105 يعني 1710-1605 = 105 1710-1605 بيطلع معنا جواب 105 بنحط 105 هلا في عنا 1400-200 يعني 1400-200 اول شيء بنبلش نطرح اليونيتين من بعضهم 0-0 0-0 = 0 يعني 0-0 بيطلع معنا الجواب 0 بنحط 0 بخانه اليونيتين بخانه الاحاد 0 بخانه الاحاد نرجع ننتقل لخانه العشرات لخانه الديزاين 0-0 0-0 = 0 0-0 بيطلع معنا الجواب 0 بنحط 0 بخانه الديزاين بخانه العشرات بنحط 0 بخانه العشرات هلا بننتقل لخانة السنتين لخانة المئات 4-2 4-2 = 2 4-2 بيطلع معنا الجواب 2 بنحط 2 بخانة السنتين بخانة المئات هلا بننتقل لخانة الملية 1-0 1-0 = 1 يعني 1-0 بيطلع معنا الجواب 1 بيطلع معنا الجواب الكامل 1200 يعني 1400-200 = 1200 1400-200 بيطلع معنا الجواب 1200 هلا في عنا هذا الدفوار بكون تعملوه بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلمين في عنا 1400-400 يعني 1400 بدنا ناقص منهم 400 بتكون تعملوا هذا الدفوار بالطريقة الصحيحة طلعوا الإجابة المزبوطة وتبعتوا هذا الدفوار تبعتوا الإجابة للمعلمين 1400-400 يعني 1400 ناقص 400 وهلا اسمحوا لي لكم أورفوار